السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو رح نكمل الموضوع اللي بلشنا فيه بالفيديو السابق، وبلشنا نحكي عن الروماتيك هارت ديزيز، وأخذنا الباثوجينيسيس وحكينا عن الأكيوت روماتيك هارت ديزيز. بهذا الفيديو رح نكمل موضوعنا ورح نحكي بهذا الفيديو عن الكرونيك روماتيك هارت ديزيز. هلا زي ما حكينا بالفيديو الأول، حكينا إنه الكرونيك روماتيك هارت ديزيز هو بصير نتيجة أول إشي حدوث أكيوت روماتيك هارت ديزيز. فمثلاً واحد بيكون عنده أكيوت روماتيك فيفر ومع هيك ما تعالج، ممكن إنها تتطور عنده ويصير الموضوع كرونيك، تمام؟ أو ممكن كمان إنه several infections، لما الواحد ينصاب بأكثر من infection بالstreptococcal pyogens أو streptococcus group A أكثر من مرة، أول مرة صار معه روماتيك فيفر، رد انصاب فياتها مرة تانية، رد مرة ثالثة، رد أكثر من مرة صار فيه عندهن هذا الانفكشن، بيؤدي بالنهاية إلى إنه يصير في عنده كرونيك روماتيك هارت ديزيز. وزي ما إحنا شايفين هون إنه بلشت بأكيوت وتحولت إلى كرونيك، أو إنه several infections أكثر من مرة إنه يصير في انفكشن، رح يضل هذا الحكي يحفز بكل انفكشن، يرجع يحفز الإميون سيستم من أول وجديد، فبصير الهارت ديزيز الروماتيك هارت ديزيز بصير بتحول من أكيوت إلى كرونيك روماتيك هارت ديزيز. وبهاي الحالة بصير عملية العلاج طبعا كثير أصعب، وبتصير عنا أضرار مش سهل إنه تنعكس إلا ب يعني عمليات، وفي منها حتى مرات عمليات ممكن انها ما تزبط. طيب اجا مريض، كيف انا بدي احدد هذا المريض عنده acute rheumatic heart disease ولا الحالة اللي عنده عبارة عن chronic rheumatic heart disease؟ شو بيفرق الاكيوت عن الكرونيك، وشو اللي بنلاقيه هون ما بنلاقيه هون او العكس؟ وهذا اللي رح نتعرف عليه بهذا الفيديو. هلا بالنسبة للكرونيك روماتيك هارت ديزيز، بدنا نعرف انه it is characterized by organization of the acute inflammation and scarring. هلا مش بالاكيوت روماتيك هارت ديزيز صار في عنا inflammation، وبهذا الانفلاميشن اجت عندي تيشوز، كان في عنا فيبرين يترسب على الفالفز، كان في زي ما نتذكر الاسكاف بوديز اللي كانت معبيه الليمفوسايتس وبلازما سيلز وشو اسمه السيلز اللي حكينا اسمهم انتيشكا سيلز او الكاتربيلر سيلز، كانوا هدول كلياتهم موجودين بس لسه مبعثرين، تمام؟ هلا لما يصير لهدول اورجنايزيشن، لما نحن نحكي اورجنايزيشن يعني زي ما نحكي انه شوي بلشوا يتخصصوا ويترتبوا وينظموا حالهم، يعني بدل ما كانوا بس ناس جايين يعملوا مثلا منطقه حرب جايين بس هيك يضربوا من جنب وطرف، صار تنظموا وصاروا يعرفوا بالضبط كيف بدهم يشتغلوا والسياسة اللي بدهم يشتغلوا فيها. بهاي الحالة بصير بإمكانهم إنهم يعملوا ضرر أكبر ودامج أكتر، وهذا اللي بتتميز فيه أو يعني أي إشي لما نحكي إنه صار كرونيك بالعادة بصير في organization. فلما إحنا نحكي chronic rheumatic heart disease إنه بالأشياء اللي كانت موجودة بالacute inflammation صار لها organization، اتنظمت. فهسا لما تتنظم زي ما حكينا انه بتبلش انها تعمل مشاكل اكبر، مشاكل مش سهل انه انا اتخلص منها، وبصير طبعا عندنا كمان scarring، الفيبرين اللي كان بس يترسب هون وهون والكولاجين هسا بطل بس موجود انه عشيك الفيبرين والكولاجين، صار يعمل scars، صار يعمل زي ندب، تمام؟ هلا most characteristically valve cusps and leaflets they become permanently thickened and retracted. هلا بالنسبة لهذا السلايد فضفنا شوية أشياء من روبنز حتى إنه يصير أسهل فهمه. هلا بحكي لنا إنه أكتر إشي منشوف بالكرونيك روماتيك هارت ديزيز، وهو أكتر إشي بيميز فعلياً الكرونيك روماتيك هارت ديزيز، إنه الفالف كاسبس نفسها والليفلتس بتصير permanently thickened and retracted، بتصير أخمل، تمام؟ وبصير لها retraction. شو يعني بصير لها retraction؟ يعني زي كأنها بتتذكروا لما أو مش بتتذكروا هلا ال فلنفرض انه كان في كنا حاطين مثلا ورق النعناع مثلا، اوكي؟ هسا ورق النعناع لما ينحط تحت الشمس ايش بصير فيه؟ بنشف، صح؟ زي يعني تركناه تحت الشمس لفتره طويله، هلا بس ينشف ايش بصير فياته؟ زي بينكمش، صح؟ هلا نفس الاشي بصير بهدول الفالفز. هلا هاي الفالفز اول اشي they permanently thicken بصيروا خمال، وبعدين they retract. لما نحكي retract زي كأنهم بينكمشوا على حالهم، يعني فلما ينكمشوا هذا الاشي بخلي كحجم انه كطول بصيروا اقصر، وبصيروا يعني مش بقدر مثلا انه القلب انه يسكرهم ويفتحهم منيح،
تمام، لأنهم بصير لهم retraction زي بيرجعوا لورا. فمثلا بدل مثلا هي الفالف، بدل ما مثلا هم يكونوا زي هيك بيروحوا بتصير كل واحدة بتنكمش على حالها، بصير زي هيك مثلا. أوكي هاي هي يعني retraction. طيب هلا من نعرف إنه the mitral valve alone is involved in 70% of cases. Combined mitral and aortic valve involvement is in 25% of cases, and the tricuspid is usually less frequently involved. هلا هاي المعلومة حكيناها بال حكيناها شوي بالليكشر الأول، بس حكينا عن الباثوجينيسيس، وهون بدنا ندخل فيها أكثر شوي، أو مش ندخل فيها يعني نحكيها كتابة. هلا بالحالات اللي بيكون فيها chronic rheumatic heart disease، حكينا إنه إحنا من أكثر الأشياء اللي منشوفها الكاركترستيك إنه الفالفز اللي كان فيها inflammation، اللي هي كان فيها عليها fibrin وصار في عليها vegetations، إذا بتتذكروا حكينا بالacute stage، هون بصير thickened وبتبلش تصير لها retraction، حتى بصير في لها scarring، وهاي الأشياء كلها رح نحكيها لقدام. هلا ب70% من الحالات بيكون الميترال فالف لحاله هو اللي بيكون صار فياته هذا الاشي، هو اللي بيكون involved. هلأ ب25% من الحالات رح نلاقي انه الميترال فالف مع الايوردك فالف الاثنين مع بعض بيكونوا مصابين عند المريض، تمام؟ هاي ب25% من الحالات، 70% بيكون بس الميترال لحال. أما التريكوسبيد فالف اللي موجود بجهة اليمين، the tricuspid valve is usually less frequently involved، يعني مش كتير بنلاقيه ممكن إنه يتأثر. طب ضل عنا آخر valve اللي هو pulmonary valve، ليش ما جبنا سيرته؟ لأنه pulmonary valve تقريبا نادر يعني، أو يعني بالعادة أصلا it's not involved أصلا. أوكي هاي بالنسبة للفالفز اللي بتكون اللي بتدخل أو اللي بصير فيها، أو يعني إنه أكتر إشي بصير فيها ضرر بالقلب، بصير فيها thickening or retraction. طب هلا the affected valve it shows fibrinoid necrosis، تمام؟ هسا الفالف اللي بيكون مصاب بنلاحظ إنه بصير في عنده fibrinoid necrosis. شو يعني؟ يعني مش إحنا حكينا بالacute stage إنه ببلش الفبرين يترسب على الفالف، هنا ببلش يصير في necrosis من نوع الفبرينويد، يعني هذا الفبرين ببلش يصير له زي ما حكينا organization، بصير يعني هناك كان إنه مش كتير بيأثر على عمل القلب، هون رح يصير بيأثر لأنه صار الوضع مش بس إنه يترسب، صار في عنا necrosis بالموضوع. هلا هاي vegetations on valve cusps، شايفين vegetations اللي شفناها بالأكيوت رح تكون موجودة هون، بس هون على ضرر أكبر. هلا with leaflet thickening، وزي ما حكينا إنه cusps والvalves رح يخملوا، they will thicken and shortening of the chordae tendini. هلا الchordae tendini اللي هي بتكون ماسكة ال valve صح، الكسب اللي بتكون رابطته بالpapillary muscles، فعشان بس يصير contraction الpapillary muscles هدول إيش يعملوا؟ يسكروا الفالف. خلينا نشوف هاي الصورة عشان نفهم فكرة الكوردي تندناي. هلا هاي الفالف، هاي الكسب تبعت الفالف، تمام؟ فلنفرض إنه هاي الميترال فالف ومكبرين الصورة زي ما إحنا شايفين، وطلعنا على الكسب تبعت الفالف رح نلاقي إنه في عنا فايبر الفيبرين اللي كان يترسب ترسيب، بس مجرد ترسيب بالأكيوت بلش يعمل فايبريس كار تيشوز، يعني بلش يصير في عنا نيكروسس وفيبرينويد من نوع الفيبرينويد نيكروسس. ليش؟ لأنه في عندي فيبرين بالموضوع. هلا لو نيجي نطلع على هدول الخيوط، هدول الخيوط ايش اسمهم؟ الكوردي تندناي، وهم اللي بيربطوا الكسب تبعت الفالف مع مين؟ مع البابيلوري ماسلز. هلا هدول كمان ببلش يصير في له، بصير يترسب الفيبرين عليهم. فايش اللي بصير لما يترسب الفيبرين عليهم؟ هدول الكوردي تندناي بيقصروا بالحجم، يعني بيقصروا بالطول، وهذا يعني هذا السبب اصلا اللي بصير فيه ريتراكشن للكسبس. يعني هسه لما هدول يقصروا، تخيلوا الموضوع، هسه لما هذا الفالف لما هذا الفالف يقصر يعني يشد لتحت، وهذا الفالف كمان يقصر يشد لتحت، ايش بتخيل رح يصير؟ بتخيل انه شوي يعني كل كسب من هدول رح يبلش يعني ينعزل لنفسه، يعمل ريتراكشن. اوكي حتى بيضل الفالف زي شبه مفتوح، تمام؟ انه لا هو مفتوح على الاخر، ولما يتسكر مش مسكر على الاخر. اوكي طب هلا في إشي مميز كتير بيصير بهذا بالكرونيك روماتيك ديزيز.
هلا اللي بصير إنه fibrous bridging بصير في عنا fibrous bridging across the valvular commissures and calcification create fish mouth or buttonhole stenosis. هلا رح نعرف شو هاد معنا. هلا بدنا نعرف fibrous bridging يعني لما مش احنا حكينا انه بصير في عنا fibrinoid necrosis. هلا لما الفيبرين هذا يكون على بيكون على حواف الفالفز تمام على حواف الكاسبس رح يصير في عنا valvular commissures. ايش هي الvalvular commissures؟ هلا الكوميشر هو عبارة عن اي نوع من انه الفالفز عم بتقرب على بعض اللي هي الكاسبس تبعت الفالف عم بتقرب على بعض بسبب غير طبيعي تمام يعني مش انه بسبب الكونتراكشن والريلاكسيشن الطبيعي لا بسبب انه في اشي غلط تمام. بهاي الحالة في عنا انه في عنا fibrinoid bridging او في fibrinoid necrosis. مع الكالسيفيكيشن اللي هي بتبلش يصير الكاسبس بتبلش زي تتكلس تمام بتصير زي بتصير صلبة وبصير مش سهل انها تفتح وتسكر. هذا الاشي بيكون اشي اسمه الفيش ماوث او البتن هول ستينوسس. هلا كلمة ستينوسس يعني narrowing of the hole يعني التضيق الفالف. فالفالف بدل ما يكون مثلا لما يفتح يفتح مظبوط ما بيفتح على الاخر وكمان لما يسكر ما يسكر على الاخر بصير في عنا تضيق بالفالف ستينوسس. هذا يعني ستينوسس وبصير hard يعني ببطل سهل زي ما حكينا لأنه بصير في calcification يعني ببلش يتكلس فبيصير مش سهل أصلا إنه يفتح ويسكر. هذا الإشي بيكون يعني شبهه الفالف بهاي الحالة إنه زي الفيش ماوث أو البتن هول عشان هيك سموها stenosis. وهلأ رح نشوف صورة نعرف ليش سموها فيش ماوث أو بتن هول. طب نرجع لهاي الصورة. هلأ زي ما احنا شفنا انه الفيبرين بلش يصير في عنا fibrinoid necrosis على الكاسبس وعلى الكوردي تندناي. الكوردي تندناي عملت retraction. الفيبريوس scarring بصير في bridges طبعا لانه يعني شوفوا الفالف بدل ما صار انه بس هذا خمله صار خمله هالقد طيب فصار في عنا يعني كبر خمله لحظة صار كتير خميل. فهسا لما خمل الفالفز قربوا على بعض وحكينا أي تقريب على بعض غير طبيعي إيش منسميه كوميشن. هلأ لما هذا الإشي فالفيوجن هذا إنه زي كأنه بصير في فيوجن بين التو كاسبس زي كأنه مسكنا مثلا جرح ورحنا مثلا كبسناه من الطرفين أو خلينا نحكي مثلا إشي انمزع مثلا بنطلون انمزع طيب فرحت خيطته أنت من الطرفين وخليته من بالنص مفتوح. هلا لما أنت تخيطه من الطرفين شو أنت بتسوي يعني مثلاً هاي المزعة هنا طيب وأنت رحت خيطته من هون وخيطته من هون. هسا اللي بصير إنه اللي بالنص بتصير لا هي مفتوحة على الآخر يعني المزعة لا هي كتير كبيرة ولا هي مسكرة كمان على الآخر فبصير في عنا ستينوسس تمام. كمان هاي الستينوسس فصار في عنا تضيق ماشي فاللي هو مصطلح ستينوسس. كمان في كالسيفيكيشن بالموضوع يعني بطل سهل انه صار في تكلس بالفالفز بطل سهل انه يفتح ويسكر. هلا هاي الكوميشرال فيوجن بتكون شكلها زي بيكون شكل الفالف زي تم السمكه تمام فعشان هيك سموها فيش ماوث او فيش ماوث ستينوسس او بتن هول ستينوسس. يعني زي هلا لو تجيب قميص وتيجي تطلع على المكان لما تيجي بدك تسكره تزرره تمام. هلا تطلع على المكان اللي هي مش فيه الجهه بتكون فيها الازرار والجهه الثانيه فيها الفتحات اللي بتنحط الزر فيها. هلا امسك الجهه اللي فيها الفتحات اللي بنحط الزر فيها وتطلع عليها بتكون زي اللي مكبوسه من الطرفين بالضبط بيكون شكل الفالف بهذا الشكل تمام عشان هيك سموها button hole. أما fish mouth لأنه برضو شكلها زي تم السمكة. خلينا نشوف هون مثلا هون في عنا إحنا بالmitral valve هون واحد عنده chronic rheumatic fever. لو نيجي نطلع على mitral valve بنلاحظ أول إشي إنه هو مش مفتوح على الآخر لأنه الفتحة بدل ما هي جاي من الطرف للطرف زي ما هي المفروض لاحظوا إنه من الطرفين زي اللي مسكرة من الطرفين أوكي. هاي أول إشي. بعدين هسا التسكيرة تلاحظوا إنه لا هي مسكرة على الآخر ولا هي مفتوحة على الآخر فزي تم السمكة طالع زي هيك أوكي. فعشان هيك يسموها fish mouth. هلأ مش بس هيك
احنا حكينا انه بالكرونيك بتبلش يصير في عنا فيبرينويد نيكروسس، ببلش يتراكم الفيبرين كتير، ومش بس يتراكم، عم بيتراكم وعم بيعمل زي سكار زي الندبة. هلا نفس فكرة انه لما انه احنا ننجرح وبالجرح يصير في wound healing، نفس الفكرة بالضبط. هلا بالwound healing كنا نحكي انه لما يصير في wound healing جديد ويبلش الفيبرينويد والكولاجين انه يبلش يسكر الجرح، كنا نحكي انه بصير في عنا vessels جديدة بتبلش انها تتكون عشان تغذي هاي المنطقة، صح؟ نفس الاشي بصير بالفالفز، متبلش لما فوق. هلا بالعاده فوق الفالف مش المفروض انه يكون في فيسلز وهي القصص، صح؟ بس لما الفالف يصير له فيبرينويد نيكروسس ويبلش يصير في عليه فيبرين كتير، وطبقه يعني صارت من الفيبرين صار جزء منه وصار كتير قميل، صار ايش؟ صار يصير في عندنا إشي اسمه النيو فاسكولارايزيشن. هلا النيو فاسكولارايزيشن هاي عباره عن تكون اوعيه دمويه جديده حتى انها تغذي هذا المكان، اوكي؟ فهاي هي النيو فاسكولارايزيشن. فراح نشوف انه there is neo vascularization with diffuse fibrosis that obliterates the normal leaflet architecture. هلا زي ما حكينا انه النيو فاسكولارايزيشن هاي سببها اللي هي الفايبروسيس اللي عم بيصير، تمام؟ انه عم بيصير في عندنا fibrinoid necrosis، عم بتراكم الفيبرين، ومش بس عم بتراكم وحتى عم بكون يعني زي سكار. فهذا الاشي راح يعمل او راح يخرب من التركيب الفالف او الليفلت اللي هي الليفلت نفسها الكسب، تمام؟ فراح يغير من تركيب الكسب الطبيعيه، راح يخليها كسب مش صح، يعني مش صح، فعشان هيك مش راح تقدر انها تعمل وظيفتها صح، اوكي؟ طبعا هذا الحكي ما كان موجود بالاكيوت، فبدنا نضلنا ملاحظين الفرق بين الكرونيك والاكيوت. طيب هلا بالنسبه للاسك اوف باديز، هل بتتذكر الاسك اوف باديز اللي كانت موجوده كتير بالاكيوت وكنا بنشوفها بكل الطبقات؟ بالاسك اوف باديز هنا اللي بصير انه صار لها اورجانيزيشن وتحولت لسكارز، تمام؟ فهسه عشان هيك بهاي بحاله الكرونيك ما رح نشوف الاسك اوف باديز، تمام؟ سو اسك اوف باديز ار ريبليسد باي فايبريوس سكار. عشان هيك بحاله الكرونيك ما رح اشوف الاسك اوف باديز، رح اشوف مكانها فايبريوس سكارز، رح اشوف مكانها زي ندب، تمام؟ هلا these lesions cause valvular stenosis and regurgitation. هلا من الأشياء اللي راح تأدي، يعني هلا صار كل هذا الأشياء بالفالفز ونتوقع إنه راح يضل الفانكشن تبعها طبيعي؟ لا طبعا. طب إيش اللي راح يغير بالفانكشن؟ أول إشي راح يصير في عنا valvular stenosis وشرحناها، حكينا إنه راح يصير في عنا تضيق بالفالف، راح يبطل يفتح منيح وراح يبطل يسكر منيح كمان، فبيضل زي دائما زي شبه مفتوح. and regurgitation شو يعني؟ هسا لما هو يكون شبه مفتوح، تمام، ولا هو فاتح على الاخر ولا هو مسكر على الاخر، لما هذا الفالف المفروض انه يسكر، ماشي، بعمليه طبعا احنا بنعرف انه عشان يصير الدوره الدمويه وعشان الدم القلب الضخ، بنعرف انه اثناء عمليات الكاردياك سايكل يعني بصير في عنا انه فالف بيسكر في، يعني في اوقات الفالف فيها بتسكر على الاخر بعدين بتفتح باوقات معينه عشان انه يصير ضخ الدم صح وانها تكون ضغط كافي جوات القلب اللي تكفي انها تمشي الدم بالسيركيليشن. هلا لما يصير ريجورجيتيشن يعني الفالف ما دام مش عم بيسكر منيح، فالدم بصير مثلا انه هلا الدم طلع من الاتريوم للفنتريكل، المفروض انه يضل بالفنتريكل، فبيروح بيسكر مثلا الفالف هاد عشان ما يرجع الدم جوات الاتريوم مره تانية. هلا اللي بيصير هون انه ما دام في عندي فتحه صغيره اللي هي مش يعني مش مسكر على الاخر الفالف، ممكن يصير ريجورجيتيشن يعني يصير باك فلو، يعني الدم بدل ما انه يضل بالفنتريكل عشان يروح للسيركيليشن يبلش ايش؟ يرجع رجوع للاتريوم بس يزيد الضغط وتعمل القلب كونتراكشن فيرجع للاتريوم مره ثانيه. هاد طبعا الحكي مش صح وما لازم يصير، وراح يعني اول اشي راح تبطل كميه الدم اللي عم توصل الجسم منيحه، راح تقل كتير. ثاني اشي القلب راح تبلش انها تبذل جهد اكبر بس راح يكون على الفاضي لانه الفاف مفتوح، فقد ما تضغط القلب بالنهايه الدم جزء منه راح يرجع على الاتريوم فراح يعمل كتير مشاكل. هلا بدنا نعرف معلومه انه 90% of mitral valve stenosis is due to rheumatic heart disease. هلا الاستينوسيس مش دائما، يعني الاستينوسيس له كتير اسباب. هلا 90% من الاستينوسيس اللي بيصير بالميترال فالف اللي هي موجود جهه الشمال من القلب، تمام، اللي بيفصل بين اللفت اتريوم والفنتريكل، بيكون سببه الرماتيك هارت ديزيز، تمام؟ هاي 90% من الحالات.
هلا with severe mitral valve stenosis the left atrium progressively dilates. هلا لما يكون ال mitral valve stenosis كتير severe تمام يعني حالة مستعصية لدرجة إنه يعني بتكون يعني ال valve خلص صار زيه زي يعني زي ما تحكي لا هو راضي يسكر ولا هو راضي يفتح بس هيك مفتوح ومش راضي يتحرك لا يفتح أكثر ولا يسكر أكثر على المرة يعني كتير 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 بيصير وضعه سيء فبهاي الحالة ممكن إنه ال left atrium will progressively dilate ال left atrium رح يصير له dilation رح يتوسع بشكل كتير كبير ليش؟ عشان يبلش يستوعب كمية الضغط اللي عم توصله لأنه تخيل الوضع كيف هسا الدم المفروض إنه يمشي من ال atrium لل ventricle صح؟ بعدين ال ventricle المفروض إنه لما يصير contraction كتير كبير ال valve يكون مسكر هلا ال contraction لما يصير لما تنقبض القلب الضغط تبع ال contraction يودي الدم على circulation هلا اللي عم بصير انه الفالف هذا مفتوح فالقلب لما تضغط عم بتودي الدم اللي فياتها جزء كتير كبير منه عم بيرجع للاتريوم والاتريوم اصلا عم بوصلها دم من بقيه الجسم فتخيلوا كميه الدم اللي رح يكون موجود جوات الاتريوم بهاي اللحظه فرح يخلي هذا الحكي الاتريوم انها يصير لها دايليشن تكبر وتتوسع هلا طبعا بالتحديد اللفت اتريوم لانه زي ما حكينا with severe mitral valve المترول موجود باللفت سايد اوف ذا هارت هلا this may show mural thrombi هلا برضه الناس اللي بيكون في عندهم chronic rheumatic heart disease بيكونوا مهددين بانه يصير عندهم mural thrombi يعني يصير في thrombus يعني جزء من هذا الفيبرينويد نيكروسيس او الفايبروسيس اللي صار على الفالفز مثلا جزء منه ينشال او ينكسر تمام هلا هذا الجزء اللي انكسر صار ايش عباره عن كتله موجود بالدم اللي ممكن انها تدخل على السيركيليشن صح فصار في عندنا thrombi هلا كلمه mural جاي من وين كلمه mural اللي هي عباره عن اي thrombi جاي من مكان من القلب نفسه تمام وكونه انه هذا الثرومباي اجى من الفالف معناته انه فنوع الثرومباي راح تكون mural thrombi تمام هلا ضل علينا اخر نقطه بيجي بيحكي لنا انه long standing congestive changes in the lungs may lead to right ventricular hypertrophy طب هلا زي ما حكينا انه يعني عشان نشرح هاي النقطة إنه الدم مش عم يعني أنا عم الفنتركل عم بينقبض والقلب عم بيبذل شغل ومجهود أكبر حتى عشان تحاول إنها توصل الدم لبقية الجسم لأنه كتير جزء من الدم عم بيرجع للآتريوم مع هيك مش عم بوصل كمية دم منيحة لبقية الجسم بالتالي الدم اللي عم بيرجع للقلب بما إنه الدم اللي عم بيطلع منها أصلاً مش منيح الدم اللي عم بيرجع كمان كميته مش منيحة طب الدم اللي عم بيرجع للقلب هاد وين ده يروح مش المفروض انه يروح على البولمونيري سيركيليشن يروح على الرئتين عشان يصير له اكسجينيشن ويرجع بعدين مرة تانية للقلب عشان يروح على السيركيليشن على السيستميك سيركيليشن هلا اللي عم بصير انه مش عم ترجع كمية كافية للدم للجهة اليمين من القلب عشان توديها لللونجز فلانه مش عم بوصل كمية كافية الجهة اليمين يعني مش عارفة شو اللي عم بصير بالجهة الشمال فهي مش عارفة شو الوضع فهي مفكرة انه في اشي تاني يعني انه خلص انه انا بدي اوصل دم مش خاطر عبالها انه في مشكلة عند الجهة الشمال فبتبلش ايش بتبلش تبذل مجهود اكبر عشان انها توصل الدم اكثر يعني الدم اللي هي المفروض توصله لللنجز تقدر انها توصله فبتبلش تنقبض اكثر وتبذل مجهود اكبر فلما يصير هذا الحكي وتبلش انها تشتغل اكثر رح يصير في عنا هايبرتروفي فياتها فبصير في عنا هايبرتروفي ان ذا رايت فنتريكل فزي ما احنا شايفين انه هذا الميترال فالف اللي صار عليه فيبريوس سكار ممكن رح يصير فياته شغلتين اول اشي رح يصير استينوسس انه رح يصير تضيق وهذا الاستينوسس بيكون بيتميز بانه شكله زي الفيش ماوث او البتن هول ستينوسس وشرحنا هذا الحكي وحكينا انه رح يصير في ريجورجيتيشن واللي هو الباك فلو للبلد انه الدم عم برجع عكسي بدل ما انه يروح من الاتريوم للفنتريكل للسيركيليشن عم بيروح من الفنتريكل وعم برجع للآتريوم مرة تانية لأنه الفالف مش عم بيسكر فهلا في معلومة رح نحكيها هيك يعني على الماشي إنه هسا الفايبريوس سكارينج هاي الفايبرين اللي عم بترا اللي عمل سكار على الفالف هذا كلياته بيعمل وسط كتير منيح لأنه الميكروبز في حال دخلت على السيركيليشن انها ترتبط فيه تمام هاي البنفسجيات هدول الخيوط البنفسجيات هي عبارة عن مايكروبز فلما احنا المايكروبز توصل للقلب وانها ترتبط بهذا المكان وتبلش تعمل كولتشرينج هناك وهي القصص هذا رح يعمل انفكشن صح فرح يعمل انفكتيف اندوكاردايتس واللي هو موضوع الليكشر الرابع اللي بعد هذا اوكي
هلا هاي بس معلومة يعني هيك يعني إنه بس اعرفوها. هلا آخر إشي بالنسبة للكرونيك، بس خلينا إنه ندخل يعني إنه نثبت فكرة شو رح يصير للراس. هلا بالأكيوت روماتيك فيفر إيش صار؟ بلش يصير بالفيبرين يتراكم، اللي هو هذا اللي بالزهر، يتراكم على الحواف. بس إذا بنتذكر بالأكيوت إيش حكينا؟ إنه ما بصير تأثير كتير كبير بالفانكشن، حتى مش بس ما بصير تأثير، يعني تقريبا فيش تأثير على فانكشن تبع الفالفز، بضلها تشتغل عادي تمام. بس إنه الفيبرين عم بتراكم، بس لسه ما صار عندنا سكارينج ولا إشي. هلأ بعدين مع الوقت الفيبرين هاد رح يتحول إلى سكار تمام، رح يصير في عندنا فيبرينويد نيكروسيس، رح يصير في عندنا سكارينج. هلأ هاي السكارينج إيش رح تعمل؟ رح تعمل أدهيرنس، زي ما حكينا إنه رح تيجي تسكر الأطراف زي تخيطهم، فيصير في عندنا ستينوسس، وهذا الستينوسس طبعا بيكون كرونيك تمام. وكمان إشي تاني، هلأ السكار هاي بتتذكروا لما أخذنا بالوند هيلينج إنه السكار بعد ما إنها تتكون بتعمل كونتراكشن تمام، إنه صح تذكروا إنه لما حكينا إنه الجرح بالبداية بتكون مثلا السكار تبعته كبيرة، بعدين بعد مثلا أسبوع السكار كتير حجمها بصغر لأنها بتعمل كونتراكشن. نفس الإشي بيصير بالفافس. هلأ لما يصير الفايبريا سكار هاي تتكون، راح بعدين السكار راح تصير لها contraction، السكار is going to contract، فراح يصير في عنا، ولهذا السبب راح يصير في عنا regurgitation، راح يصير شوي مفتوحة، فعشان أو اللي هي retraction، فبتصير زي ما حكينا إنه لا هي مفتوحة على الآخر ولا هي مسكرة على الآخر تمام. هلا طبعا الفالف الواحده ممكن انه يصير فيها ستينوسس وممكن انه يصير فيها ريجورجيتيشن، يعني شوف الشغلتين موجودين فيها. هيك بنكون خلصنا احنا الكرونيك روماتيك هارت ديزيز. بضل علينا بس اخر إشي باخر فيديو انه نحكي عن الكلينيكال سيمتومز وكيف نعمل دايجنوسس لهي الحاله، واللي راح يكون إشي كتير سريع وسهل. ويعطيكم العافيه.